opération. اليوم هذه الاوبيراسيون فوالا سيتي اوبيراسيون كي كونسان 107 فواي اي طرابو سونتاش بي دونك اليوم سي لا ميزون سيرفيس فوالا. بلدية بالعربي هو بلدية بالعربي هنايا هنا رانا غير معاهم على الماء هيا ورانا لحد الان قاعدين بلا ما الغاز ماركو بصح الاساس الماء حنا دوك تشوف زون هنايا على بالك وفوتنا هنا واحد 10 سنين سوداء كنا هذه كل شيء وشربنا كان عندنا شويه مال وكل شيء ما بقاش دوك رانا الواحد بصح الحمد لله لحد الان الحمد لله هذا شويه مبروك ايام ان شاء الله وشد فيكم ومرحبا بكم ان شاء الله. احكي لنا الشعور تاعك بعد ما دخلكم غاز هنا المعالجه. رانا فرحانين ورانا وشد فيكم وشد كاع في المساعيل وربي وافقهم ويبعد عليهم. اليوم بخرجة ميدانية على مستوى بلديات التابعة لدائرة مصطفى إبراهيم، خصصنا هذه الخرجة إلى زيارة مناطق الظل التابعة لهذه البلديات. شفنا يعني رحنا شفنا عن كثب مدى تنفيذ البرامج اللي معنا كذلك إلى الانشغالات تاع المواطنين اللي زادوا لنا الانشغالات أخرى، منها المياه الصالحة للشرب، منها الغاز، منها ساحة اللعب، منها صال دو سوان، يعني عدة انشغالات اللي راح ان شاء الله نتكفلوا بها تدريجيا من في البرامج الجاية. شفنا كذلك يعني الفرق بين الوضعية كيفاش كانت والوضعية كيفاش راهي اليوم. هذا البرنامج هذا السيد رئيس الجمهورية هو اللي هضر عليه الأول، قال يا ودي لازم تكفلوا بمناطق الظل. عندنا باسكو هنا كاين دو لا هذه اخرى